ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيس، اهلا بيكم في قناتي، واهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. الفيديو بتاع النهارده فكرته جديده شويه، ما اعتقدش ان حد عملها قبل كده. اعتقد يعني هي جات لي كده امبارح وانا عماله بستخدم شويه حاجات، والحاجات دي بتضايقني جدا، وزي ما انتوا شفتوا كده في العنوان الحاجات دي بتقدرني جدا وانا بستخدمها. هقول لكم ليه الحاجات دي بتقدرني، وفي حاجات منهم هي اصلا مش وحشه، هي بالعكس هي حاجات حلوه جدا، وحاجات انا نصحت كتير قوي الناس انها تشتريها. ولكن انا هقول لكم على شويه غلطات انا عملتها، هقول لكم تتجنبوها بحيث ان انتوا توفروا فلوس، بحيث ان انتوا تحاولوا تشتروا الحاجات، يعني بالذات لو انتوا كمان من الناس اللي بتشتري اونلاين، تشتروا الحاجات وانتوا واثقين ان الحاجات اللي انتوا شارينها دي هتطلع حلوه. فلو انتوا مهتمين شوفوا الفيديو للاخر، ويلا بينا نبتدي. قبل ما نبتدي اوعوا تنسوا تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه وتدوسوا على زرار الجرس، لان خلاص قربنا على ال 100,000، فشدوا حيلكم معايا كده شويه. خلينا بقى نبدا باول منتج. بصوا بقى، اول حاجه هبدا بيها هو الزيت بتاع ايفون اللي هو اسمه نيوترا افكتس، اللي هو المفروض لايت ويت فيس اويل، المفروض يعني اللي هو الزيت بتاع الوش اللي اخد ضجه كتير فتره كده، والناس قعدت تقول بديل بتاع مش عارفه الزيت بتاع لوريال اللي طلع زمان، وبديل بتاع نوكس وحاجات كده غريبه. المفروض ان هو ليه استخدامات كتير قوي قوي قوي. يعني انا مبدئيا الزيت ده ما بحبوش، مش بحبه، واول ما احطه على وشي وشي بيتملي حبوب، فانا كل مره بستخدمه واقول طب يمكن انا ظلماه، يمكن اي ما فيش فايده، هو بيطلع حبوب في وشي وبيملى وشي حبوب جدا، مع ان المفروض ان هو على حسب ما هما كاتبين ان هو تركيبته خفيفه وهكذا. قلت معلش يمكن عشان انا بشرتي دهنيه وبتاع، فمش يعني مش مناسب لبشرتي، قلت مش مشكله فمش هصدمه. ولكن هو بجد ملوش لازمه في اي حاجه، الزيت البشره مش بتمتصه اساسا، بيفضل على البشره كده، تحسي ان انت بجد بشرتك مش مستفيده اي حاجه. وعمالين يقولوا ان هو في زيوت كتير ومش عارف ايه ونون جريسي تاتش، ان انت بعد ما تحطيه على وشك مش بتحسي ان وشك مدهن او كده، انا مش شايفه ان هو حلو. فبس في نفس الوقت انا مضطره استخدمه لاني اكيد مش هرميه، حتى انا فضلت ركناه سنين لحد ما صلاحيته قربت تخلص، مش فاضل لها غير كام شهر بس، لكن لازم ان انا استخدمه. فقلت ان انا اجرب استخدمه، اخد منه شويه واحطهم على وشي واعمل بيه بالشفره بتاعه الوش. انا مش بحب الطريقه دي في ازاله الشعر، وبحس ان الدنيا ملغوصه كده وقرف وبتاع، بس اهو اديني ماشيه حالي بيه، وقلت خلاص هزق الازازه شويه لحد ما تخلص، بس هي مش بتخلص فانا تعبت يعني. ولكن اديني بستخدمه، بس انا ببقى متقدره جدا، ولكن خلاص انا مش هضايق في نفسي وهفضل استخدم فيه لحد ما ربنا يسهل لنا يعني. من نفس اللاين بتاع ايفون اللي هو النيوترا افكتس ده، الميركل جلو ميك اب ريموفر، ده المفروض ان هو ميك اب ريموفر على هيئه زيت، اوكي، وبرده نون جريسي فينش ولايت ويت كلينزنج اويل وحاجات زي كده. ماشي يا سيدي، يمكن هو ما بيمشيش على البشره الدهنيه، بس انا كبشره دهنيه في اوقات في الشتاء بحتاجه، ولما بشرتي بتبقى مجهده ومقشره وهكذا، بحتاج ان انا ما امسحش وشي بحاجه تكون بتنشف الوش زياده. وساعات بقى كنت بزهق من ميه المايسلر ووتر والحاجات دي، فعايزه استخدم حاجه جديده، فجبت الميك اب ريموفر الرخم ده. هو حلو بيشيل عادي المكياج، مش بشع يعني، بيشيل فعلا، بس برضو ببقى متقدره جدا وانا بستخدمه. هما مش كاتبين ان هو ما ينفعش للعين، بس منطقيا الزيوت ما ينفعش انها تيجي على العين كده، انا ضد ده تماما. ولكن انت مثلا مش هتروحي تشتري 2 ميك اب ريموفر عشان تمسحي مكياجك يعني، فطبيعي ان انا كنت بستخدمه على عينيا كمان، انا كنت جايباه قبل ما افتح قناه اليوتيوب، فطبيعي ان انا مش هروح اشتري 100 منتج يعني عشان امسح وشي من المكياج. فكنت بحطه على وشي كنت ببقى متضايقه جدا ومتقدره جدا، اللي هو حاسه وشي بجد مدهن، وحاسه ان انا مش مبسوطه وانا بستخدمه. حتى لما كنت بحطه على عينيا كان بيحرقني بشكل رهيب. فبالنسبه لي هو مش وحش لانه بيشيل فعليا وبيعمل اللي هو بيقول عليه، ولكن هو قصاد ده ما بيعملش بقيه الحاجات اللي بيقول عليها. يعني هو ولا لايت ويت ولا خفيف، ولا ان هو نون جريس فينش اللي هو مش بيسيب وشك ملزق كده ومزيت وهكذا، بيحرق في العين، استخدامه مش ممتع بالمره. فدول لا ما عجبونيش. الحاجة اللي بعد كده انتوا شايفين يا جماعة من الإضاءة ولا أنا بكلم نفسي؟ طيب خلينا نكمل.
الشاور جل بتاع لو بيتيت مارسيليز ومش عارف ايه والكلام دوت، هو طبعا حلو لا خلاف عليه تماما، وفعلا هو جميل جدا، ولكن الريحة اللي انا جبتها دي سيئة، اللي هو لونه ابيض كده دوت، ابيض مصفر شوية، واللي هو باللبن، بجد ريحته مش حلوة خالص، ريحته تحسي ان انت شامة حاجة بتحرق في المناخير، متفهميش بقى ده ايه، ده ريحة مش حلوة، هي ريحة مش حلوة، مع ان على فكرة الشاور جل يجنن ومش بينشف البشرة خالص خالص، كنت جايباه ب20 جنيه، كان سعره حلو، بالذات لما تلاقوا عليه اللي هي علامة الخصم بتاعت 25% دي هتلاقوه سعره حلو. انا كنت جايباه اونلاين، وهنا بقى عايزة اقول لكم على حاجة، لو انتوا هتشتروا اونلاين اوعوا تشتروا حاجة انتوا مش شميتوش ريحتها قبل كده، طول ما الحاجة فيها اختلاف روايح ما تجيبوش اي حاجة ريحتها انتوا مش ضامنينها ولا شميتوها قبل كده، لا في محل ولا في حتة، لان انتوا لو ما بتفهموش في الروايح زي كده هتتصدموا ان انتوا شاريين ريحة رخمة. فانا بقيت بستخدمه عشان اكيد مش هرميه، فبقيت بستخدمه وانا متقدره، ريحته مضايقاني جدا، وبجد انا مش عارفه هي ريحته ليه وحشه قوي كده، مع ان في منه اللي بالخوخ حلو جدا، ما اعرفش ليه ما اشتريتهوش، ولكن انا بقى ايه، هي انا طلعت في دماغي انا هشتري ده، ويعني طلع ريحته وحشه جدا، فمني لله يعني، مش عارفه انا ليه اشتريته. ما علينا، نخش باللي بعده. الفيس ووش بتاع فروتي اللي هو من ماي واي، كنت شاريه عشان اعمل الفيديو بتاع ماي واي واشتريته. هو لو كان حلو انا كنت هنبسط جدا، يعني هو سعره 10 جنيه، انا مش عارفة ليه غسول في العالم يبقى سعره 10 جنيه، اللي هو طب انتوا واقف عليكم في المصنع بكام، وانا بقلق زي ما قلت لكم قبل كده من بعض الشركات المصرية اللي ما كانش كلها، حتى لو المنتج يا جماعة طلع حلو، بس يعني انا مش هقعد اتكلم كتير في موضوع المكونات ده، لان يعني في حاجات كتير رخيصة بتطلع حلوة فعلا، والغسول مش وحش، الغسول بينظف الوش ومفهوش عيوب كغسول، ولكن ريحته مزعجه جدا. طب الريحه الكتير دي اصلها ايه يا جماعه؟ ما هو ما ينفعش ان انا احط برفان في غسول. طب هل انتوا بتداروا ريحه الكيماويات المعفنه اللي فيه؟ طيب طب هل يعني البشره الحساسه لما تيجي تستخدمه هل وشها يلتهب؟ يعني ما هو مش منطقي الكلام ده. ولما عملنا الفيديو بتاع ماي واي الناس زعلت وبتاع، بس بجد فعلا مين هيحط البرفان ده على وشه؟ حرام يعني، وفي حاجات احسن من كده بكتير وبنفس السعر لو احنا مش بنهتم بالمكونات يعني، بس مش للدرجة يا جماعة، مش للدرجة. فبقيت بضطر استخدمه كل فين وفين، لما ايه اقول يا ربي طب هيترمي، طب اديني بنستخدمه وخلاص وزي ما تيجي يعني كده. فممكن تشتريه لو انت بنت في سن المراهقة مثلا، لو انت ميزانيتك مش احلى حاجة الفترة دي، ولكن ما يبقاش ده اعتمادك الشخصي دايما، صعب صعب، لان بجد ريحته غبية قوي. المنتج اللي بعد كده الكريم بتاع ستارفيل وايتنينج كريم. الكريم ده انا طبعا بحبه جدا اصلا، وبالنسبة لي هو ممتاز، وناس كتير عارفة ان انا بحبه. استنوا كده اظبط حاجة في الموبايل، مؤاخذة يا جماعة. معاك خلاص. المهم خلينا نكمل. هو الكريم مش وحش خالص وانا بحبه جدا، بس انا عملت حركه غبيه بقى. فكره اعتقادي دايما ان انا لما اشتري حاجه وتعجبني او اقوم رايحه شاريه منها حاجه يعني علبه كمان واسيبها قال ايه معايا، على اساس بقى ايه ان انا العرض اللي انا جبته قبل كده مش هيحصل تاني في الوجود، او مثلا المنتج اللي انا لقيته مره ده هيختفي من السوق فاروح شاري علبه تاني احتياطي. ماشي، ساعات بيبقى في منتجات بنلاقيها صدفه، ولكن ما اروحش اشتري منتج هو اصلا منتشر، ويعني شركة مصرية ومنتشرة وبطول النهار عليها عروض، واروح جايبة علبتين، والعلبة الاولانية لحد دلوقتي بقالها اكتر من سنة معايا ما خلصتش، ورحت برضو شارية علبة تانية بسبب ان انا عندي اعتقاد ان انا ايه مش هلاقي العبوة دي تاني ولا هلاقي الكريم ده تاني، ودي حاجة غبية جدا ومش منطقية. دلوقتي الناس حتى لو انت مش لاقيها في المحلات تقدري تشتري اونلاين، فاياكم بجد تعملوا الحركة الغبية اللي انا بعملها دي. فبقيت طبعا بتقدر جدا وانا بستخدمه، لاني انا بقيت بستخدمه فوق احتياجي، لاني عايزه اخلصه. استخدمه شويه على رجلي، شويه على جسمي، شويه على وشي، او اللي فيه النصيب. فطبعا ده حاجه غلط جدا، وما تعملوش زيه، وما تشتروش فوق احتياجكم خالص بجد، لان دي حاجه غلط. المنتج اللي بعد كده هتكلم عنه هو البادي سبلاش بتاع بوبانا، اللي انا خلاص زهقت منه، وطول ما انا في الرايحه والجايه ارش منه هنا وهنا وهنا مش راضي يخلص، اللي هو اخلص بقى اخلص، خلينا نخلص، مفيش فايده، مش بيخلص، مع اني بستخدمه كتير.
هو ريحته كويسة مش وحشة، ولكن الثبات زيرو، وكان ب50 جنيه. انا مش فاهمة ليه ادفع فيه 50 جنيه وهو كأنه مش موجود معانا في القعدة. يعني لو انت طول ما انا ماشية ارش منه في الجو، ارش منه على الهدوم، ارش منه وانا نازلة، ومش بيخلص ومش بيثبت. هو حلو لو انت من الناس اللي بتحب ريحتها او ريحة هدومها تبقى ثابتة ولطيفة، بس انت الوحيدة اللي شمها، وبعد ساعة محدش في العالم هيشمها، هو نسيج القطن هو اللي هيشمها. فانا ما انبسطتش بيه خالص خالص، و70% كحول مستحيل احطه على جلدي. ف انا ببقى متضايقه جدا وانا بستخدمه. وعايزه اقول لكم بقى، ارواح ايه، روايح اللاين بتاع بوبانا كله انا ما حبيتوش، ما حبيتش منه غير النوع ده بس، دي اللي اسمها سحر الانوثه. في بقى سحر الشرق وسحر الجنون وسحر المش، كلها بالنسبه لي كان روايحها وحشه جدا. فنصيحة مني، ما تشتروش غير لما تشموا بنفسكم في اي سوبر ماركت، او لو انتوا شايفين عرض مثلا اونلاين، ما تشتروش غير لما تشموها يعني في الاول من السوبر ماركت او في اي حتة، عشان ما تتفاجئوش بجد ان الريحة مش عاجباكم. لان الشركة دي هي فيها حاجات كتير انا جربتها، وهسيب لكم لينك الفيديو، حاجات بوبانا كلها مش كلها حلوة ومش كلها روايحها حلوة. ف خدوا بالكم من النقطة دي. الحاجة اللي هتكلم عنها بعد كده، وهو السكراب بتاع بيل كلينيك اللي انا بجد زهقت منه، وهو كتير جدا، يعني هو كتير قوي ومش راضي يخلص، وانا زهقت. تقشيره ضعيف، انا مش بحبه، ولكن بحاول الاقي له اي صرف. هو شوية استخدمه في الشتاء، شوية استخدمه في الصيف، مش عارف ايه. هو تقشيره كأنه مش موجود في الوجود، هو على هيئة كريم كده بتفرديه على وشك وتسيبي شوية بتاع نص ساعة، وبعدين تعملي سكراب لوشك. سكراب ملوش لازمة، وكان غالي وما كانش حلو، واتكلمت عنه مليون مرة في الفيديوهات، فمش هطول عنه اكتر من كده. بس بجد من اكتر الحاجات اللي بتقدرني وانا بستخدمها، ونفسي نفسي ان هو يخلص، مش راضي يخلص. الحاجة اللي بعد كده، وهو اللوشن بتاع ريو اللي انا قلت لكم عنه قبل كده، ان هو ترطيبه حلو ولكن ريحته سيئه بالنسبه لي. كنت جايباه برضو اونلاين، وطبعا ما شمتش ريحته، وكررت نفس الغلطه الغبيه، وقلت بقى ريحه الورد قشطه، يعني ريحه الورد تبقى عادي. بجد ريحته حمامات مدارس، عارفين ريحه حمامات المدارس المصننه دي، انت هتحطيه على جسمك وتشمي نفسك ريحه مدارس. كنت جايباه ب 30 جنيه من على سوق، وللاسف انا ريحته ما بحبهاش. هحاول بقى احط له اي زيت عطري واستخدمه، بس انا ببقى متضايقه وانا بستخدمه. الحاجه اللي بعد كده، الماسك بتاع ذا بودي شوب بتاع الجسم، اللي هو هيمالايان شاركل بودي كلاي من لاين سبا اوف ذا وورلد. ده شكله برضو بزهق وانا بستخدمه، مش راضي يخلص يا جدعان. وللاسف هو استخداماته مش كتير يعني، وكان غالي على الفاضي، ف انا مش بتجه ليه ان انا استخدمه كتير. فيعني هو قاعد بقاله كتير قوي عندي، وانا زهقت منه ومش لاقيه له صرفه، او كل فين وفين اروح مستخدماه. وغسيله بقى رخم جدا وبيوسخ البانيو، لان اي حاجه فيها فحم اغلب الوقت هتلاقوها بتلطخ الدنيا قوي ومبهدله الدنيا حواليكوا، والبانيو غرقان وجسمكم غرقان، فتحس ان انت عايزه شاور جل بعده عشان تنضفيه. مع ان هو عادي يعني، ماشي حاله كويس مش وحش، بس بجد محدش يشتريه، هو ملوش لازمه، وهتحسوا نفسكم اتقدرتوا وانتوا شارينه ومتضايقين فبتستخدموه استخسار، فما تعملوش الغلطه بتاعتي. واستكمالا للحديث عن حاجات الفحم بتاع جارنيه، اللي هو 3 في 1، الغسول وسكراب وماسك ومش عارف ايه، محدش فكر يشتريه وهو فاكر ان هو هيستخدمه ال3 استخدامات. مبدئيا هو مش غسول، هو فيه حبيبات، وحبيباته من متوسطه تقريبا لضعيفه. وهو كماسك عادي، هو كويس، هو بصراحه مش وحش، هو كمنتج حلو جدا، ولكن مش عارفه، مش بحب استخدمه، ولما بستخدمه ببقى متقدره جدا، وبيقعد بقى يلطخ في الوش. اي حاجه فيها فحم ساعات بتلطخ في الوش، وانا مش بحب كده، واستخدامه بقى رخم، وانا ما بقتش احب استخدم سكربات فيها حبيبات على وشي كتير، خصوصا ان انا جربت حاجه كده هقول لكم عليها قريب، عباره عن جل بيلينج، جل بتحطوه على وشكم وتفضلوا تقشروا، هو هي حاجه كوري وبيقشر وشكم من غير جو الحبيبات ده، لان زي ما مؤخرا عرفنا اي حاجه فيها حبيبات بقت مضره للبشره. بس يعني هعمل ايه، مضطره استخدمه كل فين وفين، لاني اكيد مش هرميه. الحاجه اللي بعد كده، وهو الليف ان بتاع لوريال، ده شكله، واللي انا لسه كنت عامله فيديو بقول ان ده من الحاجات اللي خساره فيها الفلوس، ودي حقيقه. انا مش بحبه ومش عارفه احبه، استخدمته كتير، هو ترطيبه بالنسبه لي مش كفايه. الحاجات اللي انا بتكلم عنها كلها ماشي، قد نختلف وقد نتفق عليها، ولكن انتوا لو شفتوا بجد ريفيوهات كتير عنه هتعرفوا ان هو ترطيبه ضعيف جدا ومش حلو. بس اعمل ايه، برضو هتقدر وانا بستخدمه ومضطره استخدمه، لان
اكيد مش هسيبه يترمي. فلما باجي استخدمه بستخدم معاه اي زيت يكون خفيف بحيث ان هو يعزز ترطيب الشعر على امل ان هو يخلص وننجز منه، لان بجد انا زهقت وانا بستخدمه وبقيت متقدره بمعنى الكلمه. والمره اللي بستخدمه فيها ببقى قاعده في البيت، عمري ما هستخدمه وانا نازله الشارع. لا استخدميه وانتي قاعده في البيت، فمش عايزه مثلا تهدري من الحاجات الحلوه اللي انتي بتستخدميها، فاتجهي ان انتي تستخدمي حاجه انتي مش حباها زي كده. الحاجه اللي بعد كده وهو ال فينيجر رينس دوت بتاع ايف روشيه ده، شكله انا مش بحبه بتضايق منه. وبصوا وانا مخلصه منه الحبه دول بس وتركن، وانا مش عايزه استخدمه لان هو المفروض عباره عن ايه، بتستخدميه تغسلي بيه شعرك اخر غسله، مش عارفه ما حسيتش يعني ان هو واو قوي كده زي ما الناس قاعده تشكر فيه، وما اعرفش يعني بينشف الشعر شويه. ف بقيت بتقدر وانا بستخدمه كل فين وفين اصلا عشان اخلصه، ولكن عمري ما اتجهت ان انا استخدمه، عمري ما كان عندي شغف ان انا استخدمه، ولا حسيت بالفايده الرهيبه بتاعته، وحتى لو هو فكرته حلوه وجميله وكل حاجه، بس بالنسبه لي استخدامه يعني لو انت بنت عاديه واللي هو بتحافظي على فلوسك او كده ومش عايزه تشتري حاجات وترميها في الارض ما تجيبيهوش. انما لو انت بالنسبه لك عادي ممكن تشتريه عادي جدا وتجربي وتعملي وبتاع، لا عادي هاتيه. هو مش بشع ولكن بالنسبه لي ما كانش الافضل. يعني لو انتوا عايزين اعمل لكم فيديو عن منتجات ايفروشيه اللي انا جربتها بقولولي. الحاجه اللي بعد كده بقى وهو من اليجون اللي هو الهير ماسك ده، شكله ده منتج مصري كنت شارياه من صيدليه العزبي، كان بكام هقول لكم، كان ب150 جنيه، يعني مش عايزه اقول خرا، مش عايزه اقول اللفظ ده وحش جدا ولا لي اي 30 لازمه، ومحدش في البيت عايز يستخدمه. انتوا متخيلين ماسك للشعر هو ما بيعملش حاجه، كانك ما حطيتيش حاجه على شعرك. ماشي يا جدعان انا عارفه ان في حاجات للشعر بتليق مع ناس وناس لا، بس هو وحش انا مش هجامله، هو ما بيعملش حاجه. طب تخيلوا ان انا سايباه في الحمام، وبجد ان حد في البيت يرضى يستخدمه، كل حد بيستخدمه مره وما يرضاش يستخدمه التانيه من كتر ما هو ولا ليه اي 30 لازمه. وحتى اخويا، حتى اخويا لو اديته صابون سائل يغسل بيه وشه ولا شعره هيغسل بيه، ما حبوش. فانتوا متخيلين، هو اخويا ما بعرفش يفرق اصلا من الوحش من الحلو، بس هو بجد كرهه. فتخيلوا لما كلنا في البيت نطفوا كنا هو وحش، يعني انتوا بقى عايزين تجربوه ومعتقدين حته ان مش كل حاجه بتمشي مع حد بتمشي مع حد تاني. انا معاكم بس في حاجات كده يا جماعه مش محتاجه مناقشه، هو وحش هو وحش، مش هنقعد نجامل فيه. فطبعا انا بضطر استخدمه وانا متقدره لانه حش في البيت راضي يستخدمه، فاديني بستخدمه وخلاص، وبضطر ان انا استخدم بعده حمام كريم يكون كويس عشان خاطر ايه امشي الدنيا. وبجد مش قادره اضغط على نفسي حتى استخدمه، فحسبي الله ونعم الوكيل. انا مش عاجبني بس يعني اهو هنحاول نخلصه. الحاجه اللي بعد كده وهو البيل اوف ماسك بتاع هيمالايا اللي هو باللوز والخيار، ده حاجه كده سيئه، وانا يعني فضلت اضغط على نفسي اضغط على نفسي ان انا استخدمه وفشلت لحد ما صلحيته خلصت واترمى في الحمام. وبجد هو منتج فاشل. انا عموما كأزيز بكره حاجه اسمها ماسكات البيل اوف دي، ما بحبهاش، بس دوت جبته لان لقيت سعره رخيص وكان حجمه كويس فقلت قشطه يعني. بس القشطه ما كانتش طعمها حلو خالص، كانت قشطه وحشه جدا، كان وحش قوي قوي ومش بيشيل حاجه ولا بيعمل حاجه. انت بتحطيه وتقومي شايله وخلاص، وخدت فتره على ما عرفت استخدمه ازاي، اهو شويه ازود الكميه وشويه اقلل الكميه لحد ما بقيت متمرسه فيه. بس هو ملوش لازمه، هو بيشد وكل حاجه، بس لو هنقول مثلا يا جدعان بيشيل حاجه بيشيل 10% من الوش، وحش وحش مش هتكلم عنه اكتر من كده. الحاجه اللي بعد كده وهو الشاور جل بتاع بوبانا، ريحته حلوه وكل حاجه بس هو بينشف الجسم، ريحته ولا بتثبت ولا بتنيل كده كده. ماشي الشاور جلات ريحتها مش بتثبت في الجسم، ولكن هو بينشف الجسم كده ودي حاجه مش حلوه يعني. فانا ما اعرفش انا مش بحبه، مفيش بيني وبينه كيمياء خالص خالص، مع اني جربت حاجات كتير من بوبانا عجبتني وهسيب لكم اللينك في الفيديو، ولكن انا مش قادره احبه مش قادره احبه. في حاجات كتير استخدمتها احلى منه وانا بتضايق منه، فهتك على نفسي واضغط على نفسي واستخدمه وخلاص. الحاجه اللي بعد كده ودي طبعا حاجتين انا بحبهم واتكلمت عنهم مليون مره، ولكن هكلمكم عن حاجه بقى، الكريم بتاع سانت ايفز والكريم بتاع فيتامين اي، والاتنين حجمهم كبير جدا وبيقعدوا بوقت رهيب جدا جدا جدا. نصيحتي ليكم بجد ان انتوا مش كل حاجه تشوفوه الناس بتشكر فيها تروحوا تشتروها، وما تجيبوش غير على قد استخدامكم بس بس. ده حلو وده حلو، بس هقول لكم حاجه بقى، الكريم دوت بتاع سانت ايفز
بيقعد كتير جدا جدا جدا. فلو انت جبتيه اعملي حسابك ان انت مش هتعرفي تشتري كريمات تاني جنبه، لان انت هتغلبي على ما تخلصي ده مبدئيا يعني. وان انت بقى تشوفي مثلا الكريم دوت وتروحي شارياه وتجيبي الاتنين دول مع بعض زي ما انا عملت كده، هتلاقي نفسك متقدره وانت بتستخدميهم وزهقتي وما بيخلصوش، وانت خلاص اتخنقتي يعني، انت روحك بتخلص وهم مش بيخلصوا. فانا بزهق، انا بزهق وبحب استخدم حاجات كتير. وكمان مع اليوتيوب بقيت مضطره استخدم حاجات كتير، فبقيت متقدره. بالذات الكريم بتاع فيتامين اي ده، هو لو انت بشرتك دهنيه حلو ان انت تستخدميه كنايت كريم بس، وتستخدميه كمان في الشتاء ومش هيبقى حلو قوي في الصيف. ولكن لو انت بشرتك جافه هتحبيه قوي، فلو انت بشرتك جافه ممكن تجيبي ده يا ده. لو انت بشرتك دهنيه هاتي ده، وده تستخدميه بالليل بس. هو مش عملي قوي ولكن هو حلو يعني، انا ما اقدرش انكر ان هو جامد جدا. هو وسانت ايفز بحبهم هما الاثنين ولسه بستخدمهم، ولكن بقيت بتقدر وانا بستخدمهم عشان مضطره اخلصهم، مضطره مش اكتر. الحاجه اللي جبتها بعد كده وبرده كنت بتقدر جدا وانا بستخدمها وكلمتكم عنه في الفيديو بتاع منتجات بكرهها وخساره فيها الفلوس، هو ده بتاع بيبي برايت. المفروض ان هو بيفتح البشره، وكمان هو للجسم لو انت عندك حبوب سايبه اثر في الجسم، بيشد الجلد ويمد الجلد، وفي حلزون وفي ذهب، ولا ليه اي 30 لازمه اصلا. فبقيت كده بستخدمه استخسار، بحطه على جسمي وخلاص، لانه فيه حبيبات جليتر وانا اتكلمت عنه بالتفصيل وقلت لكم هو ليه وحش وما بحبوش. وانا كنت جايباه 150، في ناس بتبيعه اونلاين ب 220 و250 وحاجات غريبه كده، محدش يشتريه ابدا، اهربوا لما تشوفوه. انا دلوقتي بقيت بتقدر وانا بستخدمه، لان هو فيه حبيبات جليتر بحس وشي مش بيتغذى باي شكل، ولا شفت منه استفاده. واللي يغيظ بقى ايه، كل ده اللي انا يعني هم دول بس اللي انا استخدمتهم منه الظاهر بس، انما في الواقع انا استخدمت منه يجي 500 بامب مثلا، هو حته منه صغيره بتكفي. فلو هو كان منتج حلو كان هيبقى تمام، دي حاجه ميزه، لكن هو مش حلو خالص، وحش وحش وحش. فمضطره ان انا استخدمه عشان نخلصه بس وخلاص. المنتج اللي بعد كده بتاع ايفون اللي هو بلاك هيد كليرنج ليكويد اكستراكشن ستريب، اللي هو يعني زي سائل كده بتحطيه على مناخيرك وتشدي الرؤوس السوداء. هو مش وحش، هو مش وحش بس مش واو يعني، ما تفتكريش ان انت جايبه المنتج اللي هو ما فيش زيه اتنين يعني. يعني لو انت استخدمتيه مره ورا مره هتلاقي نفسك بيتشال وكل حاجه، ولكن انا كأزيز مش بيطلع لي كتير رؤوس سوداء، لان انا بهتم ببشرتي وكلمتكم عن في فيديو عن الرؤوس السوداء ازاي ما يطلع لكوش يعني على قد ما تقدروا، وازاي تهتموا ببشرتكم، وازاي مش عارف ايه والكلام ده كله، هبقى اسيب لكم اللينك. فانا بقيت بستخدمه وانا متقدره لاني زهقت منه، واستخدامه ممل. هو مش مبهر قوي كده بس مش وحش يعني، بيشيل بصراحه بس مش واو. فيعني لو انت عارفه ان انت مش هتحتاجيه اوعي تجيبيه، ولو انت ما عندكيش رؤوس سوداء كتير مش هيبقى واو. ولو انت عندك رؤوس سوداء هاتيه وانت عارفه ان انت مش هتشيلي بيه من اول مره، لا هتحتاجي تعملي مره واتنين في المره الواحده عشان تشيلي الرؤوس السوداء. الحاجه اللي بعد كده، احنا خلاص يا جماعه قربنا خلاص، استحملوني شويه. كريمات الرجل كلها فاشله، كريمات الرجل كلها فاشله، ملهاش لازمه بجد. ولو انت حطيتي رجلك كريم مرطب بتاع جسمك مش هتقولك لا، مش هتقولك ليه عملتي فيا كده. وانا بقى ايه الاستظراف خدني، روحت اشتريت من زبادي شوب، الكريم كان غالي ومش فاهمه كنت متخيله يعني لما اجيب كريم من زبادي شوب واحطه على رجلي هيعترض يعني لو جبت له اي كريم رخيص وحطيته على رجلي، هتقولي لا انا عايز من زبادي شوب. لا يا جماعه لا. ففكره كريمات الرجل دي انا ضدها تماما، ولا حتى كريمات الايد. لو انت حطيتي من كريم جسمك على ايدك ورجلك الموضوع هيعدي يعني يا جماعه. من الحاجات برضو اللي انا بتخنق منها كريمات العين، وقلت لكم قبل كده ان انا ليه مش بقتنع بشغل كريمات العين ده. بس خلينا نتكلم عن كريم العين بتاع ايفا اللي المفروض ان هو ايفا جولد كولاجين، طبعا فاكس من حوار الجولد والبتنجان ده مفيش الكلام ده. هو نايت اي كونتور كريم، هو ليلي و15 مللي، ومعرفش هو بيقعد كتير كده ليه بجد. الكريم ما بيخلصش يا جدعان، وانا زهقت منه وانا بستخدمه، بقيت بستخدمه وانا متقدره استخساره، اللي هو خلينا نخلص بقى يعني. فلو انت بتزهقي ما تجيبيش الكريم ده عشان هو بيقعد كتير وانا معرفش ليه، مع ان اغلب كريمات العين 15 مللي، بس انا مش عارفه هو ليه مش راضي يخلص. انا زهقت وهو زهق ومش راضي يخلص. وهو طبعا ما بيعملش حاجه للهالات ولا للخطوط ولا جو الجولد كولاجين ولا جولد ولا كولاجين ولا الكلام الفارغ ده كله، ففككم الهبد ده. بعد كده اليوكو سبا، اليوجرت سبا اللي هو عليه البقره ده، انا مش بحبه وبجد هو
ماشي، هو زمان واحنا صغيرين لما ما كانش فيه غيره نعرفه كان حلو، انما دلوقتي طلع حاجات كتير احلى، وعرفنا كمان ان الحبيبات بتعور الجسم وبتاع، فده فاشل يا جماعة فاشل. هضطر استخدمه اي حاجة كده هلاقي له صرفة يعني، واخلطه بالزيوت وبتاع او مع كريم وكده عشان اعمل بيه سكراب من غير ما يعور الجسم. هستخدمه استخسار لاني مضطرة مش اكتر، لكن هو بقيت ازهق منه، مش حلو، كنت بحبه زمان لكن دلوقتي لا. جو بقى ان هو يفتح ويعمل والحاجات الهبد اللي مكتوب عليه من ورا ده، لا طبعا هو مش بيعمل كده يعني، ولكن هو التقشير عموما مفيد للبشرة. اخر حاجة عشان عارفة انتوا زهقتوا مني، القطن بتاع ميني سو اللي بتلاقوه عبارة عن 500 700 800 قطنة، ده محدش يشتريه لان القطن خامته وحشة جدا جدا جدا. هو عادي، هو قطن ومشي حاله، هتعرفي تستخدميه والدنيا هتمشي، ولكن بجد خامة القطن مش حلوة وهتحسي انها خشنة على البشرة شوية، ف مش توفير قوي زي ما انت متخيلة، لان خامة القطن اصلا هتقدرك وانت بتستخدميها. بقيت بستخدمه استخسار، بستخدمه في اي حاجة عشان يخلص وما بيخلصش، قاعد معايا بقاله سنتين مش راضي يخلص. انا زهقت زهقت ونفسي اجيب حاجات جديدة، بس صعبان عليا ان انا ارمي كل ده على جنب وابقى متقدرة وانا بستخدمه كده. محدش يجيبه يا جماعة، محدش يجيبه، هو ب50 جنيه وسعره حلو وكمية حلوة، محدش يجيبه. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه بأي حاجة. فكرة الفيديو غريبة شوية ولكن يعني أتمنى تكون عجبتكم، وأشوفكم الفيديو الجاي. ما تنسوش لايك وشير وتشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وتدوسوا على زرار الجرس بقى، حاجات زي كده، وأشوفكم الفيديو الجاي.